اهلا بحضراتكم من جديد. واكيد ورا كل بطل الحقيقه اسره واقفه وراه وبتدعمه بشكل كبير، والحقيقه عندنا نموذج لده طبعا والد والده مصطفى، والحقيقه مشرفينا النهارده، واحنا كنا حريصين لقائنا النهارده يكونوا هم قبل كمان مصطفى، لان هم ليهم دور كبير جدا جدا. في البدايه برحب بالاستاذ محمود عسل والد مصطفى عسل. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك استاذ حضرتك، الصحه والبار الف مبروك. بيتنا والله مش حاسين طبعا احنا يعني طبعا ده بيتك، غربه على المكان، وده اول مكان دايما قلبنا تتجه اليه على طول، حك عارف طبعًا يعني طبعا. ومعانا وبنرحب بالترند الاول في مصر الفتره اللي فاتت، والحقيقه بحركه عفويه يعني مشاعر ام دخلت لمصطفى الملعب، حضرته بسيته والدته الاستاذه منى مدحت. الحقيقه اللي اللقطه دي عملت شغل جامد جدا. اهلا بيك يا استاذه. اهلا بحضرتك يا استاذ. يعني طبعا الام ثم الام ثم الام، مفيش كلام. الصراحه فعلا كان الموقف ساعتها انا ما كنتش حاسه بنفسي الصراحه. ايه اللي حصل احكي لي؟ هو كان في ضغط جامد جدا في البطوله دي واللي قبلها، لان البطولات كانت ورا بعض تقريبا ما بين الجونه في دوري وبعد الدوري على طول كانت بطوله الثمانيه. ف انا عايزه اقول لحضرتك كنا مضغوطين اساسا في بطوله الجونه. فالحمد لله ربنا كرم. بطوله العالم كانت قبلها كمان فيها. واتظلم فيها مصطفى جامد جدا، فكان في ضغط رهيب. رهيب، وهو كان ضغط مضغوط كمان يعني كنت حاسه بيه. حاسه بيه امه طبعا. كنت حاسه بالتمارين بتاعته، بيبقى عايز يعني يعمل اكتر مجهود جامد جدا. كان بيصعب عليا بطريقه رهيبه، يعني الجدول بتاع النيوتريشن بتاعه ساعات ممكن في وجبه ممكن ما ياكلهاش، فلان انا بقى اللي بحضر بقى الحاجه، يا محمود في وجبه ما اكلهاش في حاجه ما اتاكلتش، طب اسال الدكتور، طب بتاع، فحاسه بيه جامد جدا. شايله همه جامد. فكان الضغط، وبعدين بحس اكتر بمحمود كمان بيبقى قلقان. برضه بيلعب محمود، مصطفى بيلعب جوه، محمود بيلعب بره، عمال يعمل كده ويعمل كده. ما كانش كده على فكره والله. لا ما كانش كده خالص. يعني بقى بيتشد جامد. لا بس برضه انا عايز اعرف ازاي نزلت الملعب. انا اول بصي انت طول عمرك بره الكواليس. معلش انا اسف، انا راجل انا من اسره السكواش، فانا دايما يعني بره، بس انت داعم من ورا. فلما اجي ابص الاقي فجاه والدته موجوده، هو بيسجد. أيوة. بيرفع راسه يلاقيكي. لا كلميني، ايه اللي خليك تخش الملعب؟ هو كان بيعيط مصطفى. كان بيعيط على فكره. في اللقطه دي انت عرفت انه بيعيط؟ اللقطه لا كان بيعيط، لان كان الحكم اول حاجه كان ضاغط في الجيم الاولاني جامد جدا، كان 40 دقيقه. مش عايز اخلص الجيم. مش عايز اخلصه. كل شويه لات ستروك لات ستروك. عمال ازقك. ايوه ازقك. سيبوني يا ابني. لا يعني مش بس المخرج يجيبها. هنجيبها تاني. لا انا عارف انها هتعمل كده، ومحدش عارف ان هنا خدتها الملعب. حاسه بيه. عمره ما حصل. لا ده انا بهبت كمان يعني كنت شجعه، وهو مش عارف انه بيخبط لسه. لا يعني بص رفع راسه. اوبا ماما تعالى. ايوه كده. بص بتحمسك ازاي. بص الروح، وبص لا ده انت كنت واضح من الحضن. لا الوضع ده لعلمك كان صعب جدا الموقف. جمهور النادي الاهلي الجماهير الثالثه. درجه ثالثه. مصطفى انت خلاص خليت الاسكواش بقى درجه ثالثه خلاص. قابل بقى مصطفى فعلا. طيب قولي لي، دخلت استاذ محمود بيزقك بيقول لك ما تخش؟ كان في سيد وزير كنا داخلين على الدكتور اشرف صبحي بيسلم عليه. تمام. وقال انا جاي مخصوص لمصطفى. تمام. من الجزائر. هو نزل على فكره. مخصوص فعلا. نزل عادي والله. نزل مخصوص لمصطفى اتفرج عليه طبعا، لان ماتش الفاينل ده مع حد نيوزيلندي. عارف حضرتك لو كان مع حد مصري كان مطمن، لكن مع حد نيوزيلندي، ونيوزيلندي ده كان في بلاك بول، هو اللي خد مننا البطوله على ارض مصر. ونزل يدعم مصطفى. كان يعني الحته دي كان نزل بيشجع. الحين تسلموا على هو المفروض شفر. محمود انا ماشي يعني. بص اهي اهو، بص تاني بقى عدالي تاني. معلش لا ارجع ماشي. حضرتك اللي جنبها استاذ محمود. بقول لها السيد الوزير. تعالي بس الوزير يسلم على الوزير. ايوه انا في دماغك الوزير. انا مش شايف. انا مش عارف هتعمل ايه. طيب والله العظيم الام المصريه دي ليها كلمه والله العظيم. بص الاستاف اهو. المفروض الاستاف ده بقى احنا المفروض هنعديه يعني. هنعديه. المفروض الدكتور اشرف صبحي وبروتوكول بقى وتسليم الجوائز. ماليش انا فيه. لا وعمرنا ما حد يدخل ملعب ليه؟ عمرنا ممنوع حد يخش ملعب من الاهلي. هو لسه المعلق بيخش بعد كده يعني بيعمل سبيتش. بس انا بهنيك. والله العظيم اللي عملتيه ده كله هو مساعد. لو اتعاب مليون مره هنعمله. لا يمكن. طب انت مشاعر الحضن ده بتقولي له ايه؟ الحضن ده بقول له انتصرنا على الظلم، انتصرنا على كل حاجه اتقالت، انتصرنا على
الوقت اللي هو قعد فيه في البيت هو كان برضو متضايق شهرين ما كانش سهل كنا حاسين بضغط رهيب يعني برضو كلنا كنا في البيت مضغوطين. لو مصطفى على فكرة مش مصطفى بيلعب لوحده لا طبعاً ما عارف يعني عارفين. احنا بنبقى كلنا قلقانين. انا طب انت بينك وبين كده ربنا وانت قاعده على السجاده طبعاً تدعي انا بص تدعي له وتقولي له ايه؟ يعني بص انا اهم حاجه عندي ان انا طبعا بصلي على النبي اهم حاجه عليه الصلاه والسلام وسوره البقره اهم حاجه. تقول له سوره البقره قول معه وسطين واقول له بص اقرا اذكارك يا ابني وحافظ عليها. طب ايه غير القران اللي بتقريه يعني مثلا؟ هل بتدعي له ربنا ينصرك ربنا؟ ايه الدعاء اللي بينك وبين ربنا يعني؟ انا دايما اقرا له الاذكار قبل ما اذكار ربنا يبارك فيك. ولعلمك لو هو ما جاش لازم اسال بابا ده خناقه بتبقى لو ما جاش في البيت قبل ما اقرا له الاذكار في البيت. تبقى هي قبل ما يسافر قبل ما يدخل قبل ما يروح البطوله قبل اي حاجه. بتقعد تحضر شنطه والله مش عايز اقول لحضرتك لما بيبقى مسافر امريكا كده اي حته بره يعني بتقعد مثلا اربع خمس ست ساعات. انا بروح وبنزل ارجع عليها لسه على الشنطه وبتلف هنا وتحط هنا وتشد ده وتحط وتقول له هنا الحاجات بتاعت الادويه البطوله دي لو طلعت على البطوله الثانيه الحاجه دي مستفز له يعني حاجه صعبه قوي يعني بعيدا تماما عن النظام خالص خالص. لا لو قلعت بس العبقريين كده خالص الفوضى الخلاقه اللي عملها قريب. لا خالص 14 ماتش حط له 14 شوط 14 تيشيرت ب 14 شوط. لا وممكن ازيد كمان عشان لو تيشيرت فهو فانت عارفه بقى تلف فعلا وتحط دي عشان يقدر ياخد بتاع الشنطه. وبعدين ايه يعني مثلا يقول لي ماما شنطه واحده بس هتكفي اللي هي شنطه واحده بس الشنطه الثانيه بقى يبقى فيها بلاي ستيشن. بلاي ستيشن طبعا طبعا يعني ايه لازم شنطه واحده بس. خلي بالك هو معاش طفولته لان طفولته كلها سكواش كانت الحلقه كده كلها فضايح. واحنا جايين نعمل ايه؟ بالظبط ده حلقه النهارده لازم لسه بنجرب المشرق. بتحب ايه في البلاي ستيشن؟ بتلعب ايه؟ قول لي خششني. فيفا بقى. بتلعب كره قدم؟ بالظبط. لا كره قدم ما جربتش تلعب باسكت؟ محترف يا كابتن هيثم. محترف والله محترف فظيع والله. احنا قعدنا في البيت نجري ورا بعض عشان اللعبه دي. تلعب مع مين اونلاين ولا تلعب؟ خش نام خش نام بقى انت كنت الصبح ماتش مش ممكن. لعلم اقول لحضرتك البلاي ستيشن بتخليه يفصل عن الضغط. بس ايوه اوكي بس برضه ما بيبقى مضغوط تركيزه بتاخد برضه تركيزه وقفل الدنيا. انا نايم على فكره. انا نايم اقول له والله انا نايم. طب قولي لي يعني لما مصطفى برضه لحظه مهمه انا ده نهاية الجوله بس انا عايز اعرف يعني اصعب تفاعله مع الجماهير ويعني النهارده شايفين جمهور كتير جاي لك مخصوصه مصطفى انت بقى دلوقتي راجل بالنسبه لجمهور النادي الاهلي شايف فيك مؤمن زكريا طبعا حركه مؤمن الشهيره ربنا يشفيه يا رب الله يشفيه طبعا يشفي كل مريض يا رب اللهم حبك ورامي عاشور طبعا لسه متكلمين عنه احنا في الهواء قلنا رامي عاشور يعني انا شايفه من انت يعني البطوله يعني هو مش هقول حاجه يعني انا دايما بروح الجونه كل سنه فكل سنه اشوف رامي واشوف شوربجي شوف انا رايح اشجع الناس دي كنت بتروح تشجعهم فانا اروح اشجع الناس دي انا واصحابي اصلا اللي هو لما خدت تيشرت جريجوري جوتييه اللي هو كان يعني اسطوره لحد دلوقتي انا حاطه مبروزه عندي كده فعلا واحنا كلنا كنا بنتخانق عليه في الجون انا الايام دي ما عشتهاش من بعيد الايام دي من 3 4 سنين ما شاء الله فالموقف والجونه وازاي الجونه دي ليها حاجه يعني حاجه معزه خاصه عند كل بتوع الاسكواش هي بطوله مختلفه بطوله وليها روح مختلفه وحياه مختلفه فمش مصدق ده الجونه دي سعد جوتي اما لعب معاه كان مصطفى اول مره يلعب بطوله الجونه كان أصل. كان كواليفيكيشن يعني كده تأهلية كده وخسر يعني من اول ماتش كده وقال لك انا بابا ده انا هلعب عارف مع مين؟ مع مين يا مصطفى؟ يلا ارجع يا مصطفى عشان عندك امتحانات. انا بقى طبعا كان مصطفى ساعتها في اعداديه كان لسه صغير مش عارف فبقول له يلا يا مصطفى عشان عندك امتحانات يلا يا بابا يلا في امتحانات في مذاكره لا انا هلعب مع جوتييه لا مصدقنيش لا ماما قلت له امتحانات ايه بقى دلوقتي؟ مصدقنيش هما مصدقنيش انا قابلت جوتييه وسالته كان هو اول واحد فعلا قال لي لازم يخش منظمه المحترفين ويخش ويبتدي قلت له انت شايف ان هو يقدر يبتدي؟ قال لي يبتدي قال لي انا بلعبه على الباك هاند اكسبني على الباك هاند ما شاء الله يعني من زمان ومصطفى من زمان قلت له يعني ما انا برضه في الاول انت بتبقى قلقان يعني ايوه بالظبط هو يكمل ولا ما يكملش خلي بالك ده صاحبي من بدري قوي قال لي لا لازم يكمل انا كان كل يوم يختاره هو يسخن معاه قبل ما يلعب الماتش وجوتي خد البطوله في السنه دي تفاعل بمصطفى قوي ان كل ماتش الصبح يجي يشتغل مع مصطفى يضرب معاه كوره ويجي يلعب بالليل قابلته جوتي تاني انت قابلته مصطفى قابلته بعد ما بيت بطل
اسطوره في انجلترا. هو دلوقتي كان في الفتره الاخيره شغال مدرب كمان محمد الشرباجي دلوقتي. طب خليني اسالكم كاسره بقى، ايه اصعب فتره انتوا شفتوها مرت على مصطفى وانتوا كنتوا قلقانين عليه فيها او واقفين يعني كل يوم ما بطلتوش دعاء، ما بطلتوش خوف وقلق، ما نمتوش، ايه الفتره دي؟ هو احنا ما بنبطلش عامه دعاء الحمد يعني بطلش كل ماتش الصراحه كل ماتش. طب مش خلينا نرجع بالذاكره كده، ايه اكتر حاجه؟ اكتر حاجه ساعه امريكا لما اتصاب هناك طبعا، دي كنا عايزين نسافر لوحده لوحده وكلنا الصراحه كنا قلقانين جدا جدا يعني. هسألك على حاجه رد وكده. رد حلو، عارف رد الحلو ليه؟ لان انت ما قلتيش اصعب حاجه ماتش مثلا، انت قلتي اصعب حاجه اصابته اللي هو كان الاصابه دي كانت مصطفى على فكره ما بيتخبط. شفت الفرق بقى بين الاب والام واي حد تاني؟ والله بجد يعني بص، هم اكتر صعبه ما حاجه مرت عليهم ان انت متصاب وبعيد عنهم عن عينيهم. مصطفى صح، مش مصطفى النجم، مصطفى ابننا. انا مصطفى ما بيتزق كده او حد بيزقه على الازاز او بيقع او اي حاجه يعني، هو محمود بيتخض بس انا بداري الخضات بتاعتي. انا ما بتفرجش على الماتشات على فكره، يا خبر ابيض، ولا ماتش اسال محمود. كان قال لي على ماتش مره انت كلمت برده في التليفون او حاجه زي كده بلغتها، لان انا ما بتفرجش. كنت انت قلت لي الحلقه اللي فاتت تدعي والله. انا بقعد بس انا مش مقابل. ليه ما بتتفرجيش ليه؟ عشان محمود بيبقى اول حاجه متوتر جدا وانا ما اقدرش، وبرده انا ببقى متوتره من جوه وما بحبش اتوتر يعني اعيش في التوتر. فاحسن حاجه ان انت يا ما تفرجش سكور. بس لايف سكور، لايف سكور قدامي كام كام، وقاعد على السجاده وقاعده ادعي وخلاص يعني. اقول بقى زي ما تيجي يعني ان شاء الله خير. انت اللي شايل يا باشا، انت اللي شايل. اول حاجه بتفائل بيها في حاجات اللايف سكور بيبقى سابق النت نفسه يعني. حلو. فلما الاقي طبعا إيه يعني ده اول ما صرخ من جوه البطه ما خلصت. عجبتني ساعات بقول ايه صرخي بقى، بتجيبها من هناك الاول. طب اقول لك على احلى من كده، اتفرج على الماتش وجنبك اللايف سكور. طب لا 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 ما يقدرش. لا لا لا، فانت لما تهيص في الاوضه اللي جوه يبقى كده كسبنا، يبقى انا اتفرج على اللي جاي بقى براحتي. استمتع بالبطه. لا ده احنا محتاجين نبعت كاميرا بقى، الموضوع مش هيجي كده بقى تحكوا لي وبتاع، احنا عايزين كاميرا قاعده مع حضراتكم. لا لا يعني يعني انت اصعب فتره هي اصابته في امريكا لما خبط في الازاز في كتفه. لا وما كنتيش عارف عنده ايه طبعا. لا ما كناش عارفين، لان خرج كمان مع الدكتور وخارج كتفه. بس في مصريين وقفوا جنبه هناك. مفيش شك طبعا. لا طبعا، والبطوله برده راعي البطوله برده. الناس اللي وقفت معاه برده هي ناس اصولها اهلي واعضاء في الاهلي وجذورها اهلي. بالظبط. كابتن مصطفى عصام لعيب لعيب مع كان يعني الجيل كابتن محمود عبد القادر وبيمرن هناك. على طول الاستضافه عنده في بيته في يعني انا استعداداتي دايما قبل اي بطوله بروح لمصطفى عصام. في كابتن مصطفى عصام في البروف احنا بنحييه من هنا كابتن مصطفى عصام. لا لا وبرده يعني كابتن احمد عز برده مدرب فتنس هناك، وهو اللي قومني ساعتها في الاصابه واهلني ساعتها هناك، وقف معايا وفي ضهري، وكانوا بيسافروا لي من نيويورك من ولايه لولايه عشان يتفرجوا على ماتشاتي ويشوفوا الاصابه. ناس يعني والناس دي وصلها اهلي برده. طبعا الاهلي اسره كبيره على مستوى العالم. طب قول لي يا استاذ مصطفى، يمكن انت يعني مصطفى اتاخر شويه في البطولات وهو صغير، وحضرتك قلت لي الكلام ده في اللقاء اللي فات، وانت ما قلقتش، ومصطفى كان بادئ كوره. تمام فعلا. وعمه اللي هو اخو حضرتك. ايوه شفت انا مذاكر مذاكر كل حاجه. لا لا ده مش المذاكره. ايوه بس انا عايز الجمهور يسمع القصه. عايز الجمهور يسمع القصه، انه ابتدى كوره وبعد كده اتنقل ازاي وبعد كده بدا السكواش ازاي. اتفضل يا استاذ. ابتدى متاخر طبعا، واحنا كلنا بنحاول يعني. انت بتتشوق عبد الشافي ربنا يمسيه بكل خير، ولو هو سامعنا ولا شايفنا يعني، كان المدرب بتاعي زمان. المهم كان مع مصطفى في الاكاديميه، كنا في نادي الجزيره، وكان كابتن عبد الشوقي عبد الشافي هو اللي ماسك الاكاديميه في نادي الجزيره، فكان معاه مصطفى في الفتره دي. فكان مهتم قوي بيه، ومصطفى كان ماشي كويس في الكوره، كويس جدا، لحد ما مشي كابتن شوقي. مش عارف كان جاله ظروف سفر او حاجه زي كده، فجه حد تاني، فما كانش فيه اهتمام نفس الاهتمام اللي موجود. فالفتره دي احنا يعني ايه قلنا
عمه شافه في مره فقال طب ما تيجي خليه يلعب، انا شايف فيه كده حاجه من بعيده كده خلينا نشتغل عليه شويه، بس دول ساعه اتاخرنا يعني. قال بس سيبه لنا بس كان عنده كام سنه ساعتها يا استاذ؟ كان عنده 8 ونص 9 ويروح ويجي ومش عايز يروح مش عارف يعني، كان كان بيهرب اساسا كنت كل ما اوديه سكواش الاقيه اجي اخده ما لاقاهوش، الاقي العربيه اللي هو مشي في اتوبيس بتاع نادي الجزيره بتاع الكوره راح عندهم ماتش في نادي دجله. قلت له طب ازاي ده انا سايبه هنا مش تسوق هنعمل ايه؟ هو مشي منى تعالي، كان عمه ساعتها قال لي تعالي بقى تعالي ما ينفعش كده تعالي اقعدي بقى اتفرجي على ابنك ان ابنك بيهرب بيروح على الكوره. لا لغايه دلوقتي اعتقد ان هم بيقلقوا يعني ان انا اروح العب كوره وبتاع. اصل هي كوره دايما كمان طبعا سكواد انت بدات تلعب بلاي ستيشن كوره الوضع التشريحي بتاع الكوره مختلف تماما عن السكواش طبعا، فبيبقى مؤذي دايما يعني يقول لك خلي بالك دي عكس دي دي عكس دي خالص ومشت الرجل. وعبال مصطفى ما اهتم ودخلنا في موضوع السكواش ده وعرف انه خلاص مش هيلعب كوره يعني خدنا سنه سنتين يعني ابتدى يخش 9 ونص 10 كان عاد كان 11 سنه عدى كان 11 كان تحت 11 دي خدنا فيها 11 لاف 11 لاف 11 لاف يعني ننزل الماتش درجه عمه كان بيقول مثلا حكم بيشاور له خلاص انهي الماتش بيعاد جوه كان بيعاد جوه بيعاد طبعا لان خساره مفيش مش عارف السيرف مفيش حاجه خالص مش عايزه تيجي حاجه السيرف مفيش يا جماعه طب ايه المتعه يعني خلينا نفضل هنفضل كده هنبقى مستمتع محدش مستمتع انا مستمتع ولو مستمتع وانا عايز ارجع الكوره هو عايز يرجع الكوره يا عم انت جبتني هنا ليه؟ يا عم انت جبتني هنا ليه؟ وادي 11 0 كل شوط شوفوا لي حل بقى الموضوع صعب لحد يعني بدا يحب اللعبه واحده بدا يحبها لما يخش على الكوره كمان مع لما يخش على الكوره الكوره الاسكواش بيخش عليها كده كانها كوره على شوطه كوره قدم خدها ببطنه 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 خدها على صدره عايز اخدها على صدره حقيقه صحيح يعني داخل عليها كده فال يعني البوزيشن بتاع يعني الاستمرار الكوره نوبادي نوز بس يعني لو قلنا ان مصطفى كان كمل كوره لا انا اتصور كنت هتبقى جامد جدا والله انا بحب ممكن ارجع دلوقتي ارجع دلوقتي انا بقول الكلام ده عشان اشوف رد فعل والله بيقول لي ايه رايك شفتيني وانا بصور نفسك وهو بيلعب كوره جاب جول ايه رايك بذمتك شفت عامل ازاي بذمتك انسى يا مصطفى بقول له خلاص يا ابني الوقت عدى انت الراجل ده بطل بس انت مش لسه هتبقى بطل زي الكوره مش لما نطت كوره في البطوله هو قال لي حلوه شوف طب انت بس انسى برضه يا مصطفى ده بين السيرفات هو يعني ايه بياخد الكره تلاقي ايه عملها 5 6 كده ومطلعها كده بالمضرب وعملها بدماغه يعني بيقعد يدخل الكره في السكواش طب ده حاجه عايزين فيديو من الفيديوهات دي يا مصطفى كده لا عايزين فيديوهات من الكره وندخل الكره خلي بالك اصل انت دلوقتي بقيت درجه ثالثه بقى خلاص يعني يعني خليت درجه جمهور درجه ثالثه اللي هو الجمهور اللي عاشق للكيان بشكل كبير بس هو في صحفي انجليزي اسمه جيمي ماديكس هو ماسك صفحه كبيره جدا في السكواش في انجلترا وهو يعني من اخطر الناس اللي بتحب مصطفى وبتشجعه كان لسه متكلم على ان كان في لعيب بوكس زمان كان مانشستر يونايتد هو كان بيشجعه وكان مستمد التشجيع بتاع يعني بتوع الكوره ودخله للبوكس عنده ايوه فبيقول مصطفى بيفكرني باللي بيحصل نفس الكيس في يعني هم شايفين شايفين ده ده يعني صحفي شاطر وعنده صفحه كبيره قوي فيها فولوز اكبر فولوز في سكواش في العالم وهو بيقول التشبيه ده انا حاسس مصطفى بيعمل نفس اللي عمله لعيب البوكس ده زمان ودي حاجه شايفه انها كليفر منه جدا ان هو يقدر يستقطب كل الناس حاسه مش بس احنا كمان حاسين ده بس انا هطلع فاصل مجهزين مكافاه او احتفال بمصطفى خلينا نشوفها ونحتفل مع الجماهير طالما هو راجل يعني يستحق وانتمائه كده يبقى لازم احنا نحتفل بيه اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع وكالعادة بنحتفل بنجومنا وأبطالنا مع التايجر الأهلاوي مصطفى عسل وأسرته ومدربه ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وتقليدنا اللي احنا دايما محافظين عليه وهي تكريم أبطالنا الحقيقة اللي بيحطونا في المقدمة سواء النادي الأهلي أو منتخب مصر كمان النهاردة طبعا بنكرم مصطفى وبننتهز الفرصة إن احنا نقدم له بوكيه ورد باللون الأحمر بلون فانيلة النادي الأهلي ألف مبروك يا مصطفى مش هستأذنك بقى يا كابتن يعني مش هينفع الصراحة زي ما أنتم شايفين طبعا يعني مصطفى أخذ البوكيه أهداء للست والدته طبعا صاحبة الفضل الأكبر في حياته وطبعا والده استاذ محمود عسل خلاص يا باشا يعني استاذ محمود يعني هو اللي معاه كل حته وبتاع بس الام بتكسب يا جماعه الام خلاص بقى يعني هي اللي بتكسب بس هو ده طبعا الاسره انا بس بوريكم يعني النجاح بيجي منين وهي دي الخليه اللي بتعمل النجاح والخليه اللي بتتكون منها ونجاح في كل شيء هي الاسره لو الاسره يعني كانت كده هينجح الفرد فيها في اي مكان الأسرة المصرية لازم تكون كده الأب والأم والأولاد ومدربين داعمين هي دي الخلية اللي بيها نقدر نروح لأبعد مكان
كدولة مصرية إن شاء الله في الرياضة بشكل عام. واستأذنكم إن شاء الله يا جماعة نقطع التورتة. تعالى مصطفى أنت طبعا صاحب، تعالى أستاذ محمود اتفضل يا مدام، تعالى تعالى اتفضل يا كابتن محمود تعالى معانا. أيوه التاتش بقى الأخراني كده، أيوه لمسة كده، أيوه بس كده حلو جدا جدا جدا. ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك مصطفى إن شاء الله بالتوفيق حبيبي، ربنا يكرمك يا رب إن شاء الله، مزيد التوفيق محمود بالتوفيق إن شاء الله، وربنا يعينك ويحفظك ويوفقك إن شاء الله. ننتهز الفرصة دي عن العائلة وعن يعني كل ما هو اهلاوي، بشكر حضرتك ومجلس اداره كابتن محمود وكابتن متجي، ويا رب دايما معاك. شكرا ليكم طبعا، متشكر جدا ان نورتينا وشرفتينا ودايما ترند دايما. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا مع بطل ونجم جديد كبير التاجر الاهلاوي مصطفى عسل. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده ونجم جديد وبطل جديد ان شاء الله في برنامج الابطال. شكرا لكم.